أول أسئلتنا في برنامجنا هو سؤال وينك؟ تقدر تقول معلق أنا فعلق في الهواء، يعني معلق. أنا مشكلتي مع الهواء لا تنتهي من البداية إلى النهاية. وقبلت بأمر من المقام السامي كأول صوت نسائي في الإذاعة. ما يقول ما كان يأتي من القلب يصل إلى القلب، فالإنسان دائما يتحسس. كل فخر وأخذ الكأس وبوسة سلمان الذي فيصل. المرأة خلقت اللي نحبها لا لنفهمها، سرها في غموضها. أحد يجيب سيرة السعودية أقول له ترى أنا سعودية، أو على طول أوقفه. شكراً يا الله، بحجم جبال العلا. لا عدمتك الله يحفظك. وين هالغيبة سماه إفراق؟ ليه تدخل في المجي خليك كريم؟ إيه؟ وأنا شالني كريم، أنا جيت أتبعك ويضيع العمر، ضيع الطريق وخطوتي ودورك. الشاعر الكويتي القدير خالد البذاب، حياك الله معنا في برنامج وينك. يا هلا والله ومسهلا أخوي محمد، وأنا سعيد أني أكون أحد ضيوفه وضيوف هذا البرنامج المتميز اللي أنا يعني واحد من المعجبين فيه، يعني من المتابعين يعني بشكل جيد عليه. هذا يسعدنا الحقيقة، وأنا كذا أيضا حريص أني ألتقيك. تجربة خالد البذاب تجربة شعرية رائعة، ويعني حاضرة في ذاكرة يمكن جيل جيلين، أو يمكن جيل 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 واحد مو جيلين، يعني من يعني تقريبا من التسعينات يعني. وحنا اليوم في لندن نصور لقائنا. أنا أحب لندن يعني. اليوم طلعناك بدون غترة وعقال. بدون غترة وعقال، فأنا استسلمت لك يا محمد لأن تستاهل. وقناة روتانا تستاهل يا طويل العمر، غالي علينا أنت يا أبو رشد، وتجربة يعني أنا من جمهورك. الله يرحمك. في السابق وجمهورك اليوم. واسمح لي نبدأ بأول أسئلتنا. وينك؟ هذا السؤال اللي معتادين عليه. اللي قصيدة يقول وينك حبيبي ما لقيتك مع الناس، وانت الذي معهم تقول بتجيني، خليتني حاير مع جرح الأحساس، ما أدري شو أسوي، حار دمي بعيني هاجوس ياخذني، ولك راح وجاس يمك هواجيسي تروح وتجيني يا طيب السيرة ويا طيب الساس، عذر المحبة بس بينك وبيني. يالله أنا موجود يا طويل العمر. وفي كثير يعني وينك، ما هي بس في هذه القصيدة، في وينكك في غياب أيضا. كثير يعني ما كفاك غياب، ما هزتك ذكرى ولا جابك وعد، ما مرك الشوق لحظة ولا طاري بعد. يعني الـ يعني كلمة وينك يعني موجودة ويا كل شخص يعني. أنت لو تفقد أي واحد يعني متعود عليه يوميا ما تشوفه أكيد بتقول له وينك. اللي ما شفته من زمان بتقول له وينك. وأنا موجود أخوي محمد، يعني قدمت في فترة كورونا كانت واقفة الناس كلها والأعمال واقفة، قدمت أنا 5 أعمال ويا ملحم متميز توه طالع وشاب اسمه سايد، قدمت ويا راشد الماجد يا سيدة عمري، وقدمت حلاك ما مثله أبد وين ما كان لعبد المجيد عبد الله، وقدمت تعبان مع عبد الله رويشد نفس الملحن، وسهران النبيل الشيل، ولا تروح اسمعني مرة بكل وضوح أنا الجروح اللي لك أنت بس تبوح، اسمعني مرة وحس فيني مرة، وأنت تعرف أني حبيبك 1000 مرة. هذه قدمها بصوت الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر من ألحان سايد، فموجود طويل العمر. من التسعينات إلى اليوم، سر يعني الكلمة العذبة اللي يعني عند خالد البذال. ما أدري أنا يعني أحس أني ما أدري، يمكن أحس أني صادق في مشاعري ويا جمهوري، يعني أني بقدم له أجمل شيء أشياء، يعني ما بيكون المستوى يعني أول عن غير عن الحين يعني. فأنا بأسوي بالانس يعني في القصيدة، وأحب أنها توصل بكل عفوية حق المستمع. جميل. وهذه الأعمال لها حضور كبير اليوم عند الجيل يعني لازم الجيل هذا، تصدق أخوي محمد الجيل هذا لخي يعرف شنو أنت قدمت وشنو الجديد اللي سويته. أبهرني يعني. اختلف عليك الجيل اليوم اللي تابعك عن جيل التسعينات؟ لا تصدقني يعني الجيل هذا، الجيل طبعا جيل التسعينات يعني جيل
رومانسي زيادة على اللزوم. بس الجيل هذا يا أخي جيل قصبا على الواحد يحبه، جيل عارفك كل شيء، يعرف يعني عنده حافظ كل شيء، كل شيء اللي تقدمه أي شاعر حافظين شنو أي شاعر يقدم، أي فنان أي ممثل أي لاعب كرة، يعني عندهم متابعة تبهر. يعني أنا صراحة يعني أطلع بالشارع ولا شيء يعرفون كل شيء أنا كاتبه وكل شيء بسويه. فأكيد فأخواني الشعراء وأخواني الفنانين أكيد حصل لهم هذا اللي حصل لي، يعني ناس واعية ناس تفهم. بس أنت كذا على جيل السبعينات بيزعلون منك الحين، المصور يقول احنا جيل السبعينات. جيل السبعينات ما يتابع. ليش ما يتابع؟ دويق وحبيب ورومانسي. رومانسي يعني بطريقة غير يعني تبهرك في رومانسي. بس الجيل هذا متابع، يعني ما قلت شيء انا ما زعلت متذوق. يعني ان شاء الله انهم ما يزعلون. لا متذوق، حتى الجيل هذا متذوق. طيب لو يعني الحين برجع معك للولادة والطفولة كذا، بس تجربتك في مع جيل التسعينات إلى اليوم الناس تذكر كل قصائدك وأغانيك اللي أو قصائدك اللي غنيت. شوف محمد، أنا لما بديت بالتسعينات يعني كنت صغير زين، يعني شاب تو بداية شبابي، فما حسيت بالنجاح إلا لما وصلت لعبد الكريم عبد القادر. يعني حسيت في النجاح، فهذا يعني صارت القفزة عندي. يعني وبعدين جيل التسعينات وبداية التسعينات هذه خلتني يعني خلت المسيرة عندي سهلة. فأنا يعني أحس أني أنا توني بادي مو بادي بالتسعينات. جميل، يعني وهذا يعني دليل على نجاح واستمرار. يعني كلمة خالد البدال اليوم أبو مرشد، لو رجعت معك شوي يعني نترك لندن شوي الحين فضل. ونرجع الكويت، نروح الكويت، الولادة، الطفولة، ذكرياتك، ايش تذكر يعني من تلك المرحلة؟ يعني أنا أذكر أنا ولادتي بالكويت في منطقة النقرة، طبعا هي محافظة حولي، والطفولة يعني جميلة، البيوت القديمة اللي فيها ليوان وفيها حوش وفيها سطح، و يعني اللي أذكرها هذه البيوت يعني عشنا فيها. كانت طفولة يعني تعرف كانت جدا جميلة. يعني يقول لك هو كل ما قالوا زمن الطيبين، زمن الطيبين، يعني الغدين. أنا أعتقد أن الطيبين بالزمن هذاك وبالزمن هذا لا زال. طيب ذكرياتك مع الوالد والوالدة يعني هذيك المرحلة؟ طبعا يعني أنت في كنف والدك والدتك، يعني أكيد أن تمنى الحياة هذيك اللي كانت موجودة. طبعا والدي من يعني والدي أنا أخواني كثير ما شاء الله، وأبوي حنو يعني ما يسافر ويروح إلا ويا عياله كلهم، يعني أبوي يحب عياله على طول وياهم على طول. والدتي يعني هي ربتني وربت اخواني وربت ايتام ويانا الله يرحمها. فيعني اكيد ان الاشتياق لهم والله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين كلهم. فحياه يعني وياهم كانت جميله يعني. والحياه طبعا انت عند امك وعند ابوك، شو تتمنى الحين؟ تتمنى ان امك وابوك موجودين عندك. فانا نصيحتي يعني اللي عنده أمه وأبوه يحافظ عليهم كثر ما يقدر، ويبر فيهم كثر ما يقدر، لأن هذول هم الأساس في الحياة. قلت فيهم شيء من قصائدك؟ والله كثير قلت فيهم. يعني قلت قصيدة يعني يقول أبوي لو طالت علي الليالي في وسط قلبي له معزة ومن زال أغليه وما غيره من الناس غالي هو عن لهيب الشمس دايم لي ظلال أمي هي الرحمة وهي رأس مالي يا كثر خير أمي من أول ولا زال من كفها أشرب غدير زلالي ومن طيبها من حال تأخذني الحال في قربهم أشعر أنا الوقت حالي أمي وأبوي الحب في كل الأحوال. الله يرحمهم أبو مرشد ويطول في عمرك. إيش أبرز ذكرياتك مع الوالد إذا تذكر؟
موقف لا زال حاضر في ذاكرتك. اي الوالد عندي موقف وياه يعني الله يرحمه. تصدق محمد ابوي زوجني ووظفني وملج لي بنفس اليوم بيوم واحد، يعني من كملت عمري 18 سنه راح وظفني بوزاره الصحه وطلع لي بعدها، رحنا طلعت الليسر مال السياره والساعه 3 العصر ملج لي عند الملج العثمان في 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 بيته، رحنا العصر وملج لي وزوجني بنفس في يوم واحد بنفس اليوم. يعني هذاك الجيل كم كان عمرك وقتها؟ يعني توني كامل 18. توني كامل 18 يعني طبعا انت توك بادي بحياتك يعني تبي تروح تنطلق، فتقول ليش اتزوج يعني احنا. فاذا الله سبحانه وتعالى يعني الزواج المبكر اذا الله سبحانه وتعالى وفق صدقني جيد يعني. اليوم انا ويا اولادي اصدقاء يعني نروح سافر ويا بعض نجي ويا بعض، يعني التفتوا لهم كبار يعني. ما شاء الله انا شفت مرشد جلسنا والله ما يعني بعدين اكتشفت انه ابنك يعني. ف يعني اعتقد ان الزواج المبكر يعني لا منافع كثير. جميل. عمك الشاعر المعروف مرشد البذال يعني من رموز الشعر في الجزيره العربيه، ايش تذكر من ذكريات معه أو مواقف؟ يعتني كتابة. فمرشد البذال يعني معروف، والمعروف لا يعرف، يعني لو بتكلم عنه يبي برنامج كامل عن هذا الشاعر الكبير. يعني علاقته ويا 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 الأمراء بالسعودية بالمملكة العربية السعودية، ويا علاقته ويا الملك خالد الله يرحمه، وعلاقته ويا الملك فهد، وعلاقته ويا الأمير سلطان، وعلاقته ويا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يطول بعمره، يعني علاقة وطيدة يعني. وكان هو يعني من أعز أصدقاء، ومحاوراتهم كثيرة ويا الشاعر الأبير محمد الستيري، محمد الأحمد الستيري، يعني لهم مساجلات شعرية يعني مميزة لو تقراها 10-15 مرة ما ترجع تقراها. تحفظ منها شيء؟ والله يعني من ضمن القصائد يعني القصيدة اللي هي اسمها الملحمة، يتكلم قصيدة تذكر فيها محمد ستيري اللي يقول قلبوا نواف كملنا العذار وانت وين يا العطاوي للمسير. في يتذكر فيها محمد ستيري ويذكر فيها الشعراء الله يطول بعمارهم عبد الرحمن العطاوي وعبد الله بن عون اثنين، اللي يقول لو حملت، من ضمن القصيدة اللي يقول لو حملت من الذهب حمل القطار عند نزع الروح من تبلى بدبير صار له بين الوارثين بلا مشار نعز الحق الكبير من الصغير وانت حقك طاقتين وشنو 20 وار حقتك هذه ولا فيها خشير ومن عقب الفضاء أصبحت في وسط غار يطردك منكر وقدامك نكير يا إلهي كان مالي اقتدار أطلبك فزعتك يا رب الستير. من ضمن القصيدة هذه قصيدة اسمها الملحمة، يعني ذكر فيها محمد سديري، ذكروه بمحمد سديري. فقصائد مرشد البذال يعني شاعر مسيرة كبيرة. كتب يمكن أيضا قصيدة لخادم الحرمين الشريفين. أي طبعا بالملك سلمان لما جاء الكويت يعني قصيدة معروفة يعني هذه من لما كان أمير الرياض الله يطول بعمره. تذكر الأبيات تذكر منها شيء؟ يقول مرشد يقول تكلم الشاعر على ما دار مثالا تنصى عزيز الجار سلمان بن عبد العزيز المسمى مركة على كبد العدو أمرار كلام بلا ملفاه ما نبتدي به مثل من حكى شيء وهو ما صار. يعني هي قصيدة طويلة يعني أنا ما نحافظ إلا منها هالأربع أبيات. فقصيدة يعني في زيارة الملك سلمان لما جاء الكويت تقريبا بالثمانينات يعني. هل تأثرت بعمك مرشد البذال؟ طبعا يعني طبعا اكيد يعني احنا عائلة يعني كلها شعراء زين. فطبعا يمكن مرشد يعني شيء خارج نطاق المنافسة وخارج نطاق يعني أكيد في كلنا متأثرين فيه يعني حنا كعائلة عائلة البذال
متأثرين فيه يعني تأثير مو بسيط يعني. ودائما احنا قصائد اللي فيها حكمة نعتز فيها والناس ترددها على طول يعني. هل أول ما بديت تكتب الشعر سمعت والدك شيء؟ متى بديت؟ يعني لا يعني مش تسمعهم، تستحي أصلا تسمعهم هذول يعني، تستحي تسمعهم القصائد ولا تستحي تسمع ولا تستشيرهم يعني. أكيد أنت البدايات هي أكيد في تأثير بشعراء يعني، مثل ما تأثر في مرشد، تأثر في صقر صافي، تأثر في محمد سديري، تأثر في شعراء كثير يعني. أنا تأثرت فيهم وتابعتهم. فهي مسيرة الشعر إذا ما تتابع وتقرأ وتكون حريص على حفظ قصائد غيرك، ما في هناك يعني، ما في استمرارية ولا في إبداع لأي كل شاعر يعني، لأي شاعر يعني. أول قصيدة كتبتها متى كانت؟ كم كان عمرك؟ يعني وإذا تذكرها أو حاضرة فيها؟ هي شلون ما أذكرها؟ يعني أول قصيدة كتبتها لما كان عمري تقريباً 16 سنة. يعني يقول أرخى الهدب، خلى الهدب ينعش الروح، دام الأماني لك تحقق وعدها، دام الأماني مجو صارت لك صروح. والله ماني حافظها محمد، ختيمة يعني. بس هي هذه بدايتها يعني. بعدين شيء طبعا تخش يا محمد، شيء ما تقوله لأحد. يعني مو تستحي يعني، تخاف انك تقول حق احد قصيدتك وينتقدك فيحبط معنوياتك. ف يعني كنت تخشى ردة الفعل؟ طبعا طبعا طبعا. كل شيء كتبت شو اسم مستعار؟ كتبت خالد منصور. كثير. ما بغيت تكتب العائلة؟ ما كتبت خالد البتال الا بعدين يعني، لما بديت ويا فنان اسمه حمد البناي اللي غنى رخى الهدب، خلى الهدب ينعش الروح. غنيت يعني. اي دام الاماني لك تحقق وعدها، دام الجروح اللي مضت صارت فروح، ما شنو نفسك جهدها وما ادري شنو يعني هالقصيده هذه. فكانت قصيده. بعدين بعد نزلت باسم خالد البتال في مجلة المختلف، لا في ويا عبد الكريم عبد الغادر وسميرة سعيد. أنت تعاونت مع سميرة سعيد أول ولا عبد الكريم؟ سميرة سعيد. سميرة سعيد. قصة أول تعاون مع سميرة، كيف وصلت لها؟ كيف الأغنية إيش كانت؟ هل اللي هي لا هنا لا حب؟ لا هنا لا حب. لا حب. هذه طبعا قدمها كانت سميرة سعيد تبي تغني خليجي. فمن ضمن القصائد أعطيت سليمان الملا، هم رشحوا سليمان الملا إلى حملة. فقدم لها القصيدة هذه لها أنا الأحب، أخذتها على طول يعني وفقا. فبعدين نزلت الأغنية، كانت دكتة تقول أبي بعد أغنية ثانية من نفس الشاعر ونفس الملحن. فسوينا لها يلي هواك أصعب مراحل حياتي ثانية، أغنية ثانية يعني. هذه بدايتي ويا سميرة سعيد. يعني كانت طبعا سميرة سعيد فنانة يعني جميلة لها حضور، بس تعرف حنا الخليجيين عندنا يعني عندنا مثل ما تقول ننحاز حق الفنانين الخليجيين يعني. هو اللي يعني إذا غنى لك أنت كشاعر، غنى لك فنان خليجي تنشهر يعني إذا فنان واصل. أما سميرة سعيد فنانة عربية وجميلة وحضورها طاغي، بس تعال اقنع المستمع الخليجي ولا ان واحده عربيه تغني خليجي زين بهذاك الوقت يعني. ما كان اقتناع، بس سميرة سعيد يعني اجادت في اللون يعني. اللي لحن لها عبد الرب كان بالشريط نفسه، يا ابن الحلال كنا اول اظن عذبتني بس كنا فيها. وبعدين بدت بالاغاني الخليجيه، فكان حضورها حلو. لا هنا لا حب لها قصة حقيقية؟ لا بشعرها بس. محمد شوف لا تقول لي في شيء في شيء في شيء حقيقي ولا شيء، هي مشاعر يا محمد والله العظيم يعني. أي شاعر ترى إذا ما يكتب عن موقف ولا عن قصة ولا عن شيء يعني منين تكتب؟ من الخيال يعني. عام كم هذه كانت؟ 89؟ لا هي 89 يعني. أنا كتبتها وتغنت
92 بس يعني ساهمت سميرة سعيد ببروز اسم خالد البدال كشاعر الآن كويتي له حضور من خلال الأغنية. شوف محمد خلنا أقول لك شيء. شفت هذه القصيدة لحن لاحظ أنا حط نزلتها في الجريدة في جريدة الأنباء وجريدة الوطن ثنتين نزلتها قصيدة ما انشهرت يعني مو ما انشهرت لأنه ما في أحد يوصلها يعني ما في يعني اليوم الشعراء لما تشوف شاعر بارز وناجح هذا يعني لازم تصفق له يعني ما في أحد وصله فهمت شلون قصيدته هي اللي وصلته اليوم إحنا قبل شنو إذا ما غنى لك فلان ما تنشهر يعني في ما في وسائل التواصل الاجتماعي محمد فاهم اليوم أنت قصيدة تقولها بالسناب ولا تقولها بالإنستغرام حط عليها موسيقى ممكن تنشهر ويا الناس قبل تقول قصيدتك بجريدة عاد أنت عجبت فيها ما عجبت فيها أخذت مكانة ما أخذت مكانة ما في أنت كتابة حاطها فالناس تقرأ والناس تحفظ اليوم أنا لما جيت قد ما نجحت القصيدة يعرفوها كم واحد من ربعي هذا بس لما تقنتها سمير سعيد الكل يقول لي الله يا خالد إنه يواكبها اللحن يواكبها إعلام يوصلها للمشاهد يعني والمستمع والمتلقي مرشد بعد المرحلة الأولى اللي برز خلاص اسمك كشاعر غنائي بدأت تتعامل أو حضرت أكبر وأكثر مع الفنان الكبير القدير عبد الكريم عبد القادر الله يحفظه. طبعا قصة عبد الكريم عبد القادر قصة غريبة يعني أول ما يعني التقائي ويا سليمان الملا يعني أنا ويا سليمان الملا من 92 إلى 2017 ما فارقنا بعض كل يوم بالمكتب إلا إذا واحد بسافر ولا قال لي لازم أنت تشتغل يا عبد الكريم عبد القادر قلت له والله أمنيتي أشتغل يا عبد الكريم أنا صغير يعني بس عبد الكريم عبد القادر ترى عسر يعني عسر يعني الكلمة ما تمر عليه كذي واللحن ما يمر عليه يعني. أنا اكتشفت بعدين أن هذا تميز عبد الكريم عبد القادر السبة هالحرص هذا في أغنية إحنا قدمناها كلمات اسمها ألا يا حبيبي حبك لغيري وعذابك نصيبي ونصيب العذاب جاء سليمان وسمى عبد الكريم الجملة هذه اللحن وهم لحن على الكلام هذا اللي أنا مسويه سليمان كان سبحان الله عبد الكريم اللي احنا قدمنا له أكثر من أغنية ما رفضها حب هالجملة وحب هالأغنية وافق على الأغنية وافق على كل شيء أنه قال لي خالد نادى لي الشاعر هذا جيت كان يقول لي القصيدة بدايتها حلوة كملها لي وخلاص أنا هذا اللحن والكلام هذا بغني أنا بشريطي اللي هو أخوي محمد وأخواني المشاهدين اللي هو شريط ضماينت اللي نزل 93 أوامبز أنا استهنست خلاص يعني بالكلمة عبد القادر ومتسيد الساحة عبد الكريم لحد الآن إن شاء الله فصارت نبي نكمل هني في الفترة هذه توفى والدي بنفس الوقت يعني فعلى أساس أنه أكمل القصيدة ويدش عبد الكريم بعد 5 أيام 6 أيام يسجل الأغنية لأنها راح سليمان سجل الأغنية على أساس أنه أكمل المذهب والكوبليهات كلها على نفس اللحن ولا قلت حق ابو خالد عقب وفاته قلت له ابو خالد انا بغير بس القصيده يعني بغير فيها لاني انا حاس انها تبي تسوي شيء جديد قال تفضل اللي تبي تغيره غيره بس اذا ما كان جيد ترى ما قلت له فعاد
اللي هي جيت كان اقول له تفضل هذه القصيده. قال سمعني ابعطيها بروحي. قال لا سمعني اياها. قلت له اسمعها اللي هي الا وعذابي. صارت الا يا حبيبي حبك لغيري سويتها الا وعذابي. يا طول ليلي اشكي ولا من يرد الجواب بشكي لجرحي لو طال شرحي وينك يا فرحي اشوفك سرابه يا حب غالي خذتك الليالي مني ولا لي يكود العذاب تروح وتجيني ذكرى سنيني وتسهر بعيني ولا بدي العتاب يا وقتي كفاني قدر بي زماني في صدري اماني جرح الغياب. هذه كانت قصه عن والدي يعني. قال لي عبد الكريم خلاص هذه قصيدتي وهذا لحني خلاص اطلعوا من الموضوع انت. اللي سجلها من باكر والحمد لله خذت يعني كانت انطلاقه لي وقفزه. هذه اللي قلت لك اياها من اول شيء قفزه للساحه قدام. يعني كانت في الوالد هي القصيده يعني هي جت مشاعرها عن فقدان مشاعر حقيقيه تروح وتجيني ذكرى سنيني وتسهر بعيني ولا بدي عتابي وقتي كفاني غدر بزماني في صدري اماني جرح الغياب. يعني الغياب في هذه يعني من ضمن كانت من ضمن اللي لما سالتني تقول لي هل لها قصه القصيده هذه ما هي لازم القصيده لازم تكون فيها يعني لازم يكون فيها موقف او قصه. محمد اذا ما صار فيها موقف او قصه ما تطلع صادقه القصيده. بعد ألا وعذابي أبو مرشد يعني علاقتك مع الفنان عبد الكريم عبد القادر وثق فيني يعني صرت يعني قريب منه جدا يعني صرت قريب منه صرتوا أصحاب بعدين صرنا أصحاب يعني ويا بعض و طبعا عبد الكريم يعني قامة كبيرة. شوف سليمان الملا وعبد الكريم عبد القادر أنا وياهم يعني كل يوم أشوفهم يوميا أشوفهم ف يعني استمتاع ما بعد استمتاع يعني فن لحن وصوت يعني وتحس هذا مشاعر يعني حساسين إلى أقصى الدرجات يعني تشعر أنهم فعلا يوصلون كلمتك يوصلون كلمتك يعني وأنا استمتع حتى لو يلحنون كلام شعراء ثانيين وغنون وعبد الكريم يغني الشعراء الثانيين شيء يعني شيء مثل خيال عندي يعني الحين أنا أشوف أنا عايش وياهم يعني من 92 أو 93 إلى عبد الكريم الله يطول بعمره يعني موجود ويانا والحمد لله. طبعا في رحيل سليمان الملا طبعا في هناك تأثير يعني كبير يعني فراق خلف لنا عبد سليمان الملا. فأنا يعني هذول الاثنين يعني من قربهم بس يعني. عبد الكريم ايش تصفه كيف تصفه بحكم يعني قربك له و يعني كتلة إحساس تمشي كتلة إحساس يعني إنسان راقي إنسان يعني اللي تشوفه اللي يقوله بغانية هو هذه شخصيته يعني شخصيته حزينة هذه شخصيته يعني هذه شخصيته تصدقني 1% ما تتغير نفس اللي يقوله في الأغاني وتشوفه وتشوف بلاعه هذا عبد الكريم عبد القادر قمة ال وش أبرأ يعني أكثر موقف أثر فيك بينك وبينه أو شاهدته؟ مواقف كثيرة محمد مواقف كثيرة عبد الكريم عبد القادر يعني تشوف شيء يعني لما يستقبل الزوار والمعجبين اللي مستقبلهم يعني شوف مواقف يعني شوفها ما يفرق بين هذا وهذا ما يفرق هذا وعن هذا يعني تشوفه ويا الطفل اللي بيجي يصور إياه نفس الكبير والكبير نفس الطفل يعني تخيل. عبد الكريم تخيل أيضا من القصائد اي الله يعني كلام حلو جميل وفي مشاعر
عبد الكريم قدمت وياه يعني كثير، قدمت وياه غير تخيل، قدمت وياه من بين الناس حبيته، وقدمت وياه أنادي والصدى رد النداي، وقدمت وياه تخيل لو تفارقنا، وقدمت وياه وش اللي جابني ببالك أنا ما صدقت أنساك، وقدمت وياه واجد واجد أغاني يعني رحلت وياه عبد الكريم سليمان الملا يعني. تخيل نسمعها، هي من الحان سليمان الملا. الله هي مش الحان سليمان الملا من حافظ. وش قصتها تخيل، هل لها قصة؟ بما أنه أنت قلت قبل شوي كل لا حد كل شيء يشرح نفسه يا بوبو يعني كل شيء يشرح نفسه محمد، مو مهم إني أنا أقول القصة لا توديني مكان يعني. فيعني من ضمن أنا حاب اللي بقول لك اللي حافظه بقول تخيل لو تفارقنا وعشنا في هوانا أغراب، تخيل لو تناسيتك وقلبك صار ناسيني، تخيل لو خلاه الكون ولا يسكن ثرى أحباب، تخيل وش يصير الحال ما بينك وما بيني حبيبي، للوصل سبة وللفرقة كثير أسباب، وأنا صابر على ظلمك وجرحك حيل مشقيني. يعني هذه من اللي أذكره من هالأغنية، يعني قصيدة يعني يحبها عبد الكريم كثير. يعني من ضمن شريط بنفس الشريط اللي من بين الناس حبيتك، هذه الأغنية اللي هي تخيل. تخيل قدمت وياه فيها العمل هذا بالشريط 5 نصوص. تخيل كتبتها هنا في لندن؟ أكثر قصائدي في لندن. أيه؟ كلهم. ليش؟ إيش السر؟ لندن مدينة الجمال ومدينة العشق ومدينة الإبداع، يعني في كل شوارعها لها يعني لها شوارعها، بكل شارع لها حكاية. يعني ممكن ناس ما تحب لندن وتقولك إيش حبك بلندن. لندن هي مشكلة تعرف أهلها، يعني تعرف من اللي يحبها وهو اللي يجيها اللي يحبها، عرفت شلون؟ اللي ما يحبها ما يجيها، فهمت شلون؟ فما أدري، أنا أعشقها لندن وأكثر قصائد كتبتها. إيش كتبت في لندن أيضا؟ كتبت وش ذكرك حب انطوت الليالي، الله قنتها أحلام، كتبت فضها سيرة، كلها في لندن. في لندن. أي. كتبت من بين الناس في لندن، كتبت أحتاج لك حاجة غريب إلا الأوطان في لندن. على يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح. أبجي يعني إيش ذاك كتب لك هذه لندن يا أجل خلك في لندن على طول. إيه لا أكتب. أنت تبي لندن أبى أقول لك هذه لندن يعني. ما أدري اللي قلت لك يعني في الكويت ما تكتب يعني ولا ما يجيك الهام؟ ما يجيك؟ لا ما يجيني الهام بالكويت، صعب يعني. بالعكس أنت تبي صراحتي. إيه؟ هذه صراحتي. إيه؟ أنا ما أبي، أنا عفوي يعني أقول بالعكس. ما عفوية جميلة. الكويت يعني شنو أبكتب يعني؟ شنو أبكتب يعني؟ وش يعني إيه؟ ما أدري، أنا أحب هذه المدينة أحبها. وش اللي يحفزك للكتابة أو يستفزك في الكتابة أو يخرج قصائدك؟ كل شيء جميل، كل شيء في جرح بس جرح صادق، كل عتب بس عتب من قلب مو من حقد يعني، وهذا اللي يخرج قصائدي. والوداع يعني المجبور عليه، أما غيره ما يهز مشاعري بأي شيء. أقرب قصيدة لقلبك أو لها يعني قصة وموقف؟ تعودنا الله. أنا وأنت تعودنا على النسيان، خذتنا عزة الدنيا وتهنا، في ليالينا تكابرنا على العشرة، ولا بغيرنا خسران، صحينا والثمن غالي وضعنا في خطاوينا. يعني هذه القصائد اللي غناها راشد الماجد، وهذه لها واقع يعني. أثرت فيك يعني؟ أثرت فيني كثير يعني. واقع إيش؟ صدقني ما في علاقة ولا شيء اللي أنا كتبتها، يعني واقع قدامي صار يعني. شلون؟ يعني قصة صارت حق يعني حق شخص يعني قدامي والله. وبعدين أنا وقفت ويعلن في أشياء يعني بعد ما تخطينا المرحلة هذه، وهو تخطى المرحلة يعني.
يعني انت كتبت على يعني شخصيه اثرت في 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 اللي صار لي. اثرت فيك يعني؟ اي والله اثرت يعني. وكتبت فيها يعني واقعها كان مؤلم يعني. تؤلمك بعض المواقف؟ اوف كثير كثير يعني مواقف يعني خلني اقول لك فيه مثل الحين اليوم يعني مثل موقف خلني اقول لك شيء. واحد ويا زوجته توهم متزوجين قدامي حصل الموضوع. تعرف اليوم التصوير بالسناب وتاخذ مثل كيكه بتصورها ولا شيء. وهو قاعد يعني وهي تصور وهو شايل هم الدنيا وينفس عليها وما ادري شنو وما خلاها تصور يا اخي ايش فيك عدل لها الكيكه كذي عدل لها كذي سوي لها كذي توك يعني متزوج. فهذه بعض المواقف هذه محمد يعني ترى مؤلمه يعني. هذه يعني انسانه اهلها اعطوك اياها عرفت شلون؟ شنو المشكله يعني انك تعدل لها الكيكه ولا تقول لها كذي والله هذه ليت إلا تصوري إنها كذي هذه زاوية أحلى هذه والله منفس يعني تقول شيء للدنيا يعني خلصتي يقول لها خلصتي وقام يأكل شيء. فهذا مؤلم ولا مو مؤلم محمد يعني ما هذه هذه مصورة يعني ماني عارف أحس إنه في يعني فيها يعني دفاشة يعني دفاشة يعني دفاشة خليك تكتب خليك تكتب هالموقف يعني. طبعا ليش ما خليك تكتب قلت شيء لا يعني أقول لك يعني هي مو عد اي مو على كل شيء مو يعني. على كل شيء يعني وحاضر كل شيء حاضر لا يعني. الغزل قصائد الحب يعني اللي يتابع ويلاحظ قصائدك اغلبها يعني فيها غزل فيها جرح فيها عتب مثل ما قلت خذلان كل مشاعر الحب موجوده لان هذا اللي حاصل يعني إيه؟ هذا اللي حاصل في في يعني هذه الأشياء اللي تجذب القصيدة يعني اللي توديك حق القصيدة. أما اليوم تبي تكتب قصيدة وأنا اللي سويت وأنا اللي سويت يعني اليوم التكنولوجيا هي لكل شيء تسوي يعني وأنا بحط وأنا بفعل وأنا بسوي وأنا مدري شنو. أنت ما أنت مع قصائد المدح وال يعني أنت في شخص تمدحه امدح بينك وبينه فهمت شلون؟ يعني رمزك اميرك ملك ولاة امورنا يعني احنا نقدر يعني نقولهم في بس واحد شخص واروح اطلع وامدحه وصديقي امدحه اشهره قدام الناس ما عندي مشكله بس اي علشان انا اللي اسوي وانا اللي افعل وانا اللي احط وانا كلام ليه انت ضدها يعني تماما مو ضدها يعني مو ضدها بس في مراسلات قصائد يعني يقومون فيها اخواننا الشعراء هذه يعني تستمتع فيها صراحه يعني قصائد بتشتكي لها بالحب وهذا يشتكي لها بالفكاهه بالغزل بشيء عرفت يعني هذا الشيء المحبب اما انك تبي تكتب بفلان وتبي تسوي وتبي تحط وتشرها بال بجميع التواصل شو اسمه وسائل التواصل الاجتماعي هذا غلط يا محمد يعني الناس مي بحاجه له يعني انت تعتبرها نفاق ما فيها شيء لا لا ما فيها شيء لا لا ما فهمتني محمد ما فيها شيء روح قولها لا ارسلها لا قولها وارسلها لا بالعكس انا ما فيها شيء هذه يعني اما انك تبي تنشرها في شرافي ولاة أمرك يا أخي قول حق عن ولاة أمرك امدح ولاة أمرك امدح بوطنك امدح يعني كيانك أهلك عرفت شلون أما أنك بفلان وتوصله فوق السماء وهو ما يسوى له رأس بصلاة شو أسوي فيه يعني والله العظيم إذا طيب نطلع عن موضوع المدح ونجي للغزل يعني يمكن الغزل نسمع شيء من الغزل يقول لو ما بقى للوصل منك سوى غيابك تعوضني عن وصالك باقي أشواقي دون على صفحتك وارسم على كتابك ماني من اللي يعيش ويشرب الباقي ياما وقفنا أنا وقلبي على بابك يوم من بيننا عهد وميثاق نطرتك بليل ونور الصبح ما جابك أخلفت ظني وخابت هقوت الهاقي أول تجيني وجيك
وأحسب حسابك، أزرع لك الورد في دربك، وأنا الساقي كنت أول الناس عندك وأول أحبابك، وكنت بخفوقي تعيش وداخل أحداقي وقت مضى، وقت مضى لي معك قفت به ركابك، راحت لياليك وغابت نجمة شراق. الله صح تعودنا أنا وأنت، تعودنا على النسيان، خذتنا عزة الدنيا وتهنا في ليالينا. تعودنا أنا وأنت، تعودنا على النسيان، خذتنا عزة الدنيا وتهنا في ليالينا. تكابرنا على العشرة ولا به غيرنا خسران، تكابرنا على العشرة ولا به غيرنا خسران. صحينا والثمن غالي وضعنا في خطاوينا، صحينا والثمن غالي وضعنا في خطاوينا، وضعنا في خطاوينا. أبو مرشد، يعني التعاون الآخر يمكن كان أيضا من أبرز التعاونات في مسيرتك كان مع الفنان راشد الماجد، وعلاقتك مع الفنان راشد الماجد، وأنت يعني قريب منه. كيف بديتوا التعاون وبديتوا مع بعض؟ يعني بدينا في شوف ترى أنا راشد بديت وياها في مسلسلات، يعني مقدمات مسلسلات بديت فيها، يعني القرار الأخير ودروب الشك والقدر المحتوم، يعني بديت وياه يعني مقدمات أغاني قوية. بعدين بدينا في أغنية تعودنا. تعودنا أنا ويا الملحن عادل المسيلي، يعني علاقتي ويا راشد علاقة يعني صداقة محمد، مش علاقة فنان وشاعر، علاقة صداقة يعني. وراشد يعني رحلة وياه ممتعة، يعني قضيتها وياه من 99 أو 98 بدينا بالأغاني المقدمات، 97 وهذا، فكانت رحلة يعني ويا هذا الفنان الرائع، رحلة جميلة يعني. ألا يا وقت، ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح، هذاك اللي ملك قلبي وتفكيري وجداني، أموت الطيفة اللي لا لمحته تنتشي بيروح، أحس إني إذا شفته كأني بعالم ثاني أحبه، والأمل باني في قلبي من غلاه صروح، حبيبي لو يمر طيفه يبدد ماضي أحزاني، أحبه حب لو يدري عن اللي بخافقي من بوح، نسى كل لزع الورخص حياته دون حرماني، تحملت الخطأ منه وإذا أخطأ بعد مسموح، حبيبي ما عليها زعل إذا أخطأ، وخطاني تذكرته وانا ناسي ونسيته، والوفاء مجروح غريبة حالتي والله، وهو ذكراه نسياني، اذا تذكرني يا محمد نساني هو يعني. فهذه يعني راشد رحله جميله فيها راشد يعني باحساس الله 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 احساس. يمكن شوف يعني راشد قال لي عن اغنيه تعودنا، قال لي خلينا نسربها قبل لا ينزل الشريط، خلنا نسربها قبل أن ينزل الشريط. قلت له لا تسربها، تكفى لا تسربها. نزل الشريط والأغاني راحت نجحت إلا تعودنا. كان أقول له شون هذا الأغنية لحد الآن، كان يقول اصبر عليه، شوف هذا من سنة 99 أعتقد الشريط أو 2000. سبحان الله الأغاني هي اللي بقت بين الأغاني لحد الآن تعودنا. نفس العملية صارت لي ألا يا وقت، نفس الطريقة. من ترى من 84 من 2004 انت يا ألا يا وقت لحد الان عايش، يعني تصف مشاعر كثيرين يعني في كأنها تتكلم على يعني على عن انفسهم يعني وفقه من رب العالمين يعني. فهذه رحلة سألتني عن راشد، هذا راشد اخر شيء قدمت انا وياه، يا سيدة عمري
ويا كل الأشواق يا سيدة الكون عرضة وطولة يا دفتري لا جيت أسطر بالأوراق ويا دولتي لا صار للحب دولة. يعني راشد إبداع يعني. أحتاج لك حاجة الله يعني شوف أحتاج لك بعد نفس شوف قصص يا راشد أحتاج لك سجلها وترى بعد سنة يلا نزلها مو بنفس الوقت يعني سجلها قال لي لا أصبر نزلها 2016 شهر 8 وكانت مسجلة 2015 شهر 12 مدري شهر 10 نزلها بعد سنة دار الحول عليها فأول ما نزلها لحد الآن يعني يعني تبين أقولها لك أنا أقولها لك حاضر يستاهلون المشاهدين يقول أحتاج لك حاجة غريب إلا الأوطان ضاعت حياته بين ديرة وديرة أشتاق لك أحيان وأحيان وأحيان والفكر يمك كل يوم من أديرة والهان أشوفك صدق والهان والهان وفز لا جابوا لك الناس سيرة أقوم وقعد والتفت واسهر أحزان وجروح قلبي من غيابك خطيرة أحبك بصمتي وأحبك بالإعلان وما همني كثر الكلام وقصيرة أنت المهم وأنت الأهم وين ما كان وأشياء لك في وسط قلبي كبيرة يا كثرهم حولي من فلان وفلان وما غير كلي له عيوني سهيرة شافوك في عيني وحبك لهم بان شافوك ماتوا بين حيرة وغيرة غنيت لك أحلى كلامي والألحان وغنيت لك شعري وغنيت غيرة من كثر ما أحبك ترى كل زعلان هم كيفهم كل إني حكم ضمير أحبك في قلبي باقي طول الأزمان كل ما ذكرتك نبض قلبي يثيرة أنا حبيبك وأنت لي أصدق إنسان وبيني وبينك حب وأشياء كثيرة الله يا حبيب الله قلبي الله يسلم يعني اسمح لي صفق على الله القصيدة الجميلة اللي أنا أحبها و... و... يعني سألتني عن راشد راشد يعني وراشد يعني حضورة طاغية حضورة طاغية إيش يختلف راشد عن الفنانين الآخرين في تعامله فنيا إنسانيا راشد تعامل عن الفنانين الآخرين يعني اللي أنت تعاملت ما أدري صديق راشد يعني ما أدري يجذبني في القصيدة يعني القصيدة هو يأخذها أول واحد يعني أي شيء يطلع جميل هو يأخذها عاد كيف عاد هو بيغنيها ما يغنيها بيسمعها بيشوفها كيف غناها اليوم ولا غناها بعد 5 سنوات هي بتنجح إذا راحت له يعني أنا الله موفقني وياه يعني فراشد يعني رحلة جميلة جميلة ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح هذاك اللي ملك قلبي وتفكيري وجداني أموت بضيفه اللي لا لمحته تنتشي بيروح أحس إني إذا شفتها كأني بعلم ثاني ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح هذاك اللي ملك قلبي وتفكيري وجداني أموت الضيفه اللي لا لمحتها بيروح أحس إني إذا شفتها كأني بعلم ثاني نجي يمكن من الأعمال الخالدة واللي كثيرين يحبونها وأنا أحبها أكيد اللي هي مش ذكرك حب طوات الليالي وفضها سيرة مع الفنانة أحلام القديرة أحلام حقيقة يعني صوت جميل ورائع وهذه الأغنيتين يعني لا زالوا حضرات إلى اليوم يعني ما في أحد تقول له أحلام إلا يقول لك نعم. يعني نعم. من الأغاني الجميلة اللي نعم. قدمتها طيب. قصتها يعني شوف أحلام بدينا وش ذكرك ويا الفنان أنور عبد الله قدمها فنانة جديدة وقدمت الشريط هذا يعني فنانة يعني التيك أوف مالها كان قوي وكان صح يعني التيك أوف مالها اللي لحد الآن هي بتيك أوف يعني فنانة حضورها جميل حضورها طاقي يعني
إذا جت بالحفلة تلقاها دائما طاقة 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 إيجابية هذه الفنانة. فقدمت وياها وش ذكرك، وقدمت بعد بالشريط اللي عقبه قدمت وياها فضها سيرة، وقدمت وياها جربها وغيري نفس المستوى، يعني نفس النجاح ونفس كل شيء. بعدين انقطعنا وجينا ردينا قدمنا باين في عينك نيتك نية فراق ناوي تروح وتشل الشوق فيني، يعني هذول الأغاني اللي قدمتها ويا أحلام. فكانت أول ألبوم لها أنت نزل وش ذكرك، أول ألبوم كان لك عمل فيها وش ذكرك، اللي هو وش ذكرك. أي وش ذكرك أقول لك، كانت هي كل شريطها قصة التسجيل وين كان وش ذكرك سجلناها بالكويت. وش ذكرك كانت توها فنانة يعني مو معروفة، جت وسجلت. وين قابلتها؟ وين انت قابلتها يعني؟ ولا قابلتها انا قابل سليمان الاخ انور عبد الله طبعا الملحن ابو عبد الله، الله بوجه له تحيه. طبعا بتبناها انور عبد الله، فجت الكويت وركبت وقال هذه احلام، يعني كان حضورها يعني مبين عليها النجاح من اول شيء يعني. فغنت شفتها اقصد انه انت شفتها تقابلت انا عند مكتب الاخ سليمان انور عبد الله، تقابلنا ويا بعض وبعدين راح دشت وغنت. بعدين لما الشريط الثاني تقابلنا رحنا لها انا وسليمان الله يرحمه، رحنا لها حق دبي اللي ركبنا اغنيه فضها سيره وجربها وغيري، يعني اللي كانت اصبحت عندها طبعا خبره اكثر وحضور طاغي أكثر ونفس نجاحها بالشريط الأول كان نجاحها بالشريط الثاني وكان نجاحها بالشريط الثالث، إلى من راحت استمرت يعني هذه الفنانة هذه. والحين شوف هذا حضورها، يعني حضورها كلها طاغة إيجابية. يعني نسمع شيء من اللي كتبت الأحلام. وش ذكرك؟ وش ذكرك؟ حب انطوته الليالي، حب مضى ما بين قلبي وبينك راح الزمان اللي من أول وتالي اللي عليها اليوم تبكي سنينك، يا ما رجيتك متعب فيك حالي يوم الهوى واقف على رمش عينك جيتك وقلبي من عن الهم خالي، وصرت البخيل اللي طلبتك حنينك خلاص لا تذكر زمان مضالي ولا تطري اللي فات وتقول وينك انسى وبنسى كل شيء جرالي والله على باقي حياتك يعينك الله. يعني وتنسى عاد؟ طبعا لا ما تنسى، صعب النسيان، النسيان صعب يا محمد. بعدين طبعا عاد قدمنا فضها سيرة وجربها وغيري، يعني هذول من ضمن الشريط الثاني. فضها سيرة شو يقول كلامها؟ يقول فضها سيرة لا يجي للحب طاري كلمة أخيرة، قلت لك هذا قراري لا أنا ولا أنت نتفق، أرجوك لازم نفترق وخلني أنا باخذ من الوقت ثاري وفضها سيرة. أنت وأنا ما نلتقي في الحب، أنت وأنا درب يعاكس درب، بيني وبينك فرق مثل السماء والأرض، لا أنا ولا أنت نتفق، أرجوك لازم نفترق وخلني أنا باخذ من الوقت ثاري وفضها سيرة. كل الكلام ما لا سؤال ورد، صار الغرام ما بين جزر ومد، لا لا تقول إيش صار ما عادلك تذكار، لا أنا ولا أنت نتفق، أرجوك لازم نفترق وخلني أنا باخذ من الوقت ثاري وفضها سيرة. الله الله، يعني أنت أشكرك خليتني أقول كل قصائدي حق هذول المشاهدين. أنا مستمتع حقيقة لأنه قصائد جميلة. تقول لا يجي للحب طاري الحب، هذه في فضها سيرة الحين قلتها. الحب وين في قصائد وحياة خالد البذال؟ الحب وشوف أيه؟ أنا بلخص لك الجواب. أيه؟ الحب وطن. عاد أنت شنو تحب، وطنك ولا ما تحب وطنك؟ كل شخص يعشق تراب وطن. الحب هذا الحب يعني. يلا أنت الحب عندك في حب الوطن؟ لا الحب نفس حب الوطن، شفت؟ أيه؟ الحب يعادل حب الوطن، يعني شوف إيش كثر هذا جميل الحب. والإنسان اللي ما يحب ما يعتبر إنسان. فعاد أنت جمع الحب، حب أمك وحب أبوك وحب وطنك وحب عيالك وحب حبيبتك وحب كل شيء. شوف هذا الحب شلون. وش قلت في الحب؟ كثير الحب كثير. أنا كنت أحكي مع مرشد ولدك هي.
فيقول أنا طبعا يحكي عن موضوع الحب وقصائد الحب، يقول حنا نتناقش مع أبونا دائما أنه معقول أنت تقول لهم أنه أنا أكتب في بنتي، أكتب في قصيدة ذا كتبتها في بنتك. أيه. فهو يقول لا مستحيلة هذه في بنتك. يقول لك مرشد أنه يعني شو يقول أنا مرشد إيه لا مرشد يغششني شوي. إيه شو يقول؟ يقول أنه هذه أنت أحلى من كل البنات. أنه أنت تقول أنها سجلت أو كتبت في بنتك. إيه وهو شي يقول؟ ويقول لا مستحيل الكلام هذا. برشد يعني قاعد يغششك. لا لا شوف خلني أقول لك شيء. محمد بنتي عندي بنت سارة بين 4 أخوان ما شاء الله. إيه صغيرة عرفت شو. فلما كانت تروح بالعيد تروح خالاتها ويعطونها عيادي زي. فكانت هي البنت الوحيدة، بعدين جو بنات عقبها فكبرت هي راحت تبتاخذ عيدية. كان يقول له لا 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 انت انت كبيره ما نعطيك عيديه خلاص العيديه حق البنات الصغار يطفرونها يعني. فعجتني زعلانه من صغيره حتى اذكر يعني من ضمن هذا بالعيد بنفس العيد هذا حادثه يعني قالت لها تبي تقص شعرها هي زين. فقلت لها اوكي وديتها على اساس انها قص شعرها وهي صغيره يعني تبي تشوف هذا. قلت له يلا اوكي وقص شعره ويسوي لها استشوار زين. فقامت الصبح ولا شعرها كش بخارب الاستشوار. شو تقولي بلا هذا مو شعري هذا مو شعري يبي شعري الاولي زين. فهذه من ضمن راحت شي يقول لها انت كبيره. قلت لها يبا انت كبيره انت توك صغيره. شو تقول لا قالوا لي انت كبيره ومو حلوه انت خلاص. قلت لا 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 عاد فعطرت لي هذا. اقول لها هذه انت احلى من اول وأكثر دائما أنت أحلى من كل البنات. هذه أنت لو كبرتي وصرتي أكبر شفتي أول أحلى من أول حالات. هذه أنت من يشوفك ما تصور في البشر مثلك حلا ولا صفات. هذه أنت كل من شافك تحير اختلف عقله وهو عقله ثبات. هذه أنت وجهك أنت ما تغير في عيوني يا عيوني لك حياة. هذه أنت مثل ما كنتي وأكثر بس أشوف تزدتي شوية حلال. الله يعني الله. فسبحان الله ما عليك من مرشد كلامي. هذا طالبك أرضيتها خلاص بالنسبة طبعا أرضيتها لا أساس. فهذه يعني من ضمن المواقف الطريفة يعني. برجع معك شوي لقصة بنتك سارة. أتذكر أيضا موقف وترى هذا برضو من مرشد. هذه ميزة إني صاحبت مرشد. أنت بعد ما شفت فواز لو شاف فواز بيعطيك أشياء بعد زيادة. يقول في قصيدة كتبتها فيه هو يمكن. في مرشد. اللي وينك حبيبي ما شفتك معي. هذه اللي قلتها. اللي قلتها يوم سألتك وينك. أيوة هذه في الغزو كان شوف أنا تزوجت فما جاني مرشد إلا بعد سنين يعني عرفت شلون. فكان عمره 3 سنوات انا كنت في لندن لما صار الغزو. فكنت بحاول ارجع تبي ترجع الكويت يعني. برجع الكويت يعني مشكله صار لي اسبوع توني بلندن يعني تونا احنا شباب رايحين صغار مستأنسين بنروح لندن. فصار الغزو. وين جاك الخبر وين كنت؟ كنت بلندن. هي وين كنت يعني لحظتها من خبرك دق علي اخوي الصبح اخوي كان موجود بلندن. قال لي أخوي محمد الله يطول بعمره قال لي ومرشد خالد ايش رايك نروح مصر. قلت له شنو لا ما توني جاي لندن ايش اروح مصر. جاي يقول لي بالكويت احتلوها. قلت شنو قال بطل التلفزيون. فتح التلفزيون كنت ساكن في فندق تشيرشل وافتح التلفزيون ولا شو اسمه مطار الكويت والطيران. المهم قعدنا هني نبي نرجع الله يرحمه ويغفر له وعسى عظامه الجنة الملك فهد بن عبد العزيز الله يرحمه. أي مواطن كويتي موجود في جميع أنحاء العالم يركب الطيارة خطوط الجوية العربية السعودية ويروح السعودية بلاش. قلت ها خلنا نروح ما كل لابس واروح بلاش اركب بس روح اركب عطهم جواز كويتي أمر ملكي من الله يرحمه ويحلله. ورحنا ركبنا طال عمرك رحنا السعودية. اللي عاد كل رحنا نبروح نبي نشوف هذا ولدي صغير يعني توني أنا ما تهنيت فيه. فعاد
كل ما نروح نستقبل نشوف الكويتيين اللي طالعين وادور ادور وما قعد اللي من ضمن هذا يقول وينك حبيبي ما لقيتك مع الناس وانت الذي معهم تقول تجيني خليتني حاير مع جرح الاحساس ما ادري ايش اسوي حار دمي بعيني هو جالس ياخذني ولك راح وجالس يمك هواجيسي تروح تجيني يعني من ضمن هذا القصيده اللي كانت المرحله في مرشد هو اللي فتن علي كل شيء يا حبيب قلبي اللي اعطاك الاخبار كلها الله يحفظ لك الله يرحمك الحقيقه انا لما جلست معكم اكثر من مره شفت الحب اللي بينكم يعني صداقه واخوه باك يعني شوف محمد احنا ما نبي نكون حديث يعني لقاء ننصح الناس يعني في واحد يمشي ويا عياله لا تسوي كذي ولا تحب كذي لا تسوي كذي بس الولد وش لا تسوي وين ترى يعني خليك صديق وياه يعني كثير انا اشوفهم ينهرون عيالهم بنشوفه ولده ينحاش عنه ما يقعد وياه لا انا اشوفهم انا انحاش عنهم يجوني يعني ما يعني يبون القرب منك فتكون الصداقه ويا الاولاد صح جميل نجي لعبد المجيد عبد الله تعاونك مع عبد المجيد يمكن مؤخرا ما عبد المجيد يعني في مشكله سبحان الله يعني ما في تغارب يعني ما في نجمي مضارب نجمه يعني شوف مع ان انا من اشد يعني المعجبين في صوته يعني وحضوره واغانيه يعني لها ذكريات حلوه بس سبحان الله لا نجمي ضارب على نجمه ولا شيء يعني مره يعني قدمت يا اغنيه اسمها انا ويا عبد الفنان عبد القعود اللي يقول شنو هو سربها اغنيه وبس راحت السنين وبعدين قدمت ويا عمل ويا سايد اللي هو حلاك ما مثله ابد وين ما كان هذه جديده ونجحت ونجحت يعني سبحان الله يمكن عوضت الغياب الكبير اللي بينك غياب كبير يعني مشاهداته حتى مشاهدات عاليه يعني عبد المجيد غنى لي ولا ما غنى انا قاعد استمتع بصوته واسمع اغانيه يعني تابع اغانيه وعبد الله حاضر في القلب على طول يعني فان شاء الله تكون هناك تعاونات ولا شيء رابح صقر يا قبلة الله رابعي عمل واحد بس برضو عمل كان ناجح جدا اي كان ظروفه يعني وش ظروفه لا يعني هو طلب مني الكلام واعطيته الكلام يعني بس عمل واحد يتيم يعني يا قبلة الله على اللي شافته يعني مثل القمر نور وجهه ساطعا ضاوي كل الحلفي وصوفه كامله الزيني معطيه ربي وخدم ورد راوي شفته وموتي قرب مني باريني يقتالني في جماله طبعه الغاوي زينه ذبحني يا ليت انه يداويني يا وين بلقى القلبي الغيره مداوي يعني هذا هو اللي بين رابح اغنيه وينهم احباب قلبي وينهم هذه برضو من قصائدك اللي غنتها الفنانه الكبيره ديانا حداد وحضرت كثير عند الناس وحبوها هذه الاغنيه كان فنان يعني لا علاقه وياي حبيب وانا احبه واحب صوته يعني الفنان سعد الفهد اللي حضوره يعني ما شاء الله سعد صوت حلو جميل قدمته انا وسليمان حق سعد الفهد قال لا ابي يعني تعرف الخبره ما كانت عنده يعني بدايته سعد وكان حضوره حلو وحضوره جميل لحد الان سعد حضوره جميل بس ما عنده الخبره يعني وين الاغنيه صار فقال له اعطوني فتره افكر واعطيك قال سليمان يعني مطرب توه بعد قال قام سليمان دقت علينا ديانا حداد كان يقوم سليمان يسمعها له تقول خلاص هذه اغنيتي لا تروح فغنتها ديانا حداد سبحان الله انزلت بالشهرة شهرة مو طبيعيه يعني هذه من ضمن الاغاني اللي اعتز فيها يعني نسمعها ولا هي عاد يقول وينهم احباب قلبي وينهم راحوا ولا ادري وينهم لا صوت يوصل لا صدى والهم في قلبي بدا وينهم احباب قلبي وينهم
في وسط قلبي للأبد ذكرى المحبة والعهد، مدري نسوا ذاك الوعد ولا تناسوا حبهم، وينهم أحباب قلبي وينهم راح ولا أدري وين، لا صوت يوصل لا صدى والهم في قلبي بدأ، وينهم أحباب قلبي. هذا اللي حافظه يعني من القصيدة يعني الأغنية. في تلاحظ بعض الفنانين يعني يبونك تكون حصريا معهم أو فقط تكتب له، أو يضايق إذا عطيت كلام صارت لك؟ صارت يعني ما غير ذكرى السامي يعني. هذه المشكلة، هذه الفنان يعني يقول أنت تعطي فلان اللي عندك، ما تعطيني أنا الزين تعطي هذا، وهو يشوف وهو يتابعك أنك تعطي فلان، يتابع أغاني ويتابع شيء. شوف سيدة عمري، خلنا أقول شيء، سيدة عمري، شوف الفنانين الراغي، سيدة عمري كانت وداها الملحن، ودوها حق عبد المجيد عبد الله القدشي، يقول عبد المجيد عبد الله لا هذه صوت، هذه ما تركب إلا على صوت عبد راشد الماجد صح ورب الكعبة يعني. شوف وعبد الكريم عبد الغادر عليه وقت كانت لعبد الكريم عبد الغادر، قال تكفى خالد عطها راشد، هذه ما يبدع فيها إلا راشد، أقسم بآيات الله هذا اللي حاصل يعني. كنت بعطي راشد أنا من بين الناس، وكنت بعطي راشد أنادي، أعطيتها عبد الكريم، عبد الكريم أخذ عليه وقت وعطاها، قال لي روح ودها حق راشد، وفعل. شوف فنانين الراغين هذا، شوف ولا يحسد ولا شيء ولا يقول أنا بأخذها عشان بنجح فيها، لا. ترى النجاح مو اللي يجي ويا فنان لازم أغني أشتغل ويا هذا عشان ينجحني، لا لا. صار خلاف بينك وبين رابح في موضوع بعض؟ لا 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 ما بيني وبينه، أنا مالي يعني. لا سبق وقال لك إنه تعاون معي أو شيء إنه. لا 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 ما زعل على بعض على أغنية راحت. لا لا ما يعني ما ليش ما في، لا لا ما هذا كلام ما صار. ثانيا يعني أنا ماني حريص إنه هو يعني ماني حريص إني أشتغل وياه، وهو مو حريص إنه يشتغل وياي، عرفت شلون؟ يعني إحنا علاقتنا طيبة ويا بعض وكل شيء، وأي فنان مو بس رابح، مو لا أنا أحرص إني أشتغل وياه ولا هو يشتغل وياي، تكون هناك مبادرة يعني تكون يا من الشاعر يا من الملحن يا من المطرب، يعني العلاقات كلها جيدة الحمد لله يعني. وش العمل اللي تعتقد إنه ما أخذ حقه أو ظلم وأنت تشعر إنه عمل جميل يعني؟ أجيك منين غناها عبد الكريم عبد الغادر، منين أجيك يا آخر مسافات الصبر، منين أجيك يا حب علمني السهر، لنت يمي وأشوفك ما عندي إلا طيوفك. يعني هذا من ضمن الأغاني اللي ما نجحت، مقنية مكبلها وخطيرة. وفي أغنية ثانية اسمها انتظرتك ليل بعيون السهر، انتظرتك شوق ما يقوى الصبر يا ضياع العمر، بسبابك كل شيء غاب بغيابك، حتى فرحي عي في دربك يمر، انتظرتك ليل. أنا عبد الكريم لحن عبد الرب، بس بالوقت هذا اللي نزلت فيه الأغنية سبحان الله الكاسيت والسي دي وكل شيء أنهى الآيفون والوسائل هذه التواصل الاجتماعي أنهت كل شيء. لو سألتك أبو مرشد عن المقابل المادي لكم يعني كشعراء على قصائدك اللي دولة لا ما يعني ما يعني ما تغني يعني ما تكفيك حتى مصروف سفرة يعني ما يكفيك. لا لا كلام ما في يعني، الشاعر ما يستفيد يعني مثل الملحن ولا مثل المطرب اليوم، بس في شعرة هي تصرف على العمل، تصرف على تعطي المطرب وتعطي الملحن وتسجل. يعني اليوم الشعراء هذول اللي موجودين، فالعملية انعكست يعني انعكست الشاعر المنتج يعني اليوم انت الشاعر ما يبونك، المطربين ما يبونك لانك انت بتاخذ منهم ما راح تدفع لهم، فهم يعني انتقلون الى ومن حقهم أثر يعني. اثر هذا على الاغنية، شكل الاغنية على انت قاعد تشوف يعني الاغنية مدتها شهر او شهرين او ثلاثة اشهر، اذا ذبحت نفسها سنة السلام عليكم، اتحداك اذا تسمعها ولا يردون عليها ولا خلاص يعني اصبحت. شوف ترى اخوي محمد، ترى من حق الفنان يسوي كذي، لان الاغنيه مكلفه اليوم،
تسجيلها والملحن. أنا أعرف ملحن يأخذ تقريبا يأخذ $30,000 على اللحن، هذا ولا شيء بعد، يأخذ ويا التسجيل فوق توصل ويا إلى $50,000 على ما تسجل ويا الملحن. طيب وقتكم كم كنت تأخذون أنتم كشعراء على الأغنية؟ ماكو شيء، شيء يفشل يعني، كم شيء يفشل محمد يعني، شو تقول لك يعني 1000 دينار 500 دينار على عمل أغنية شيء لا، ويجي والشركة تدق عليك وتعال لك حساب وتطلع الحساب والله ما يدك حتى جمعية، حتى سوبر ماركت ما يدك، ما يكفيك يعني. فيعني الحين المادة هي الطاقية، المادة الطاقية يعني. خلنا يعني مثل واحد يقول لي ليش عبد الكريم ما ينزل شيء جديد؟ عبد الكريم ما يعاد ينزل شيء جديد، عبد الكريم قديمة جديد يعني. شوف هذه المرة القديم مال عبد الكريم جديد. فأنت خليك على الأغاني اللي تسمعها الأولية اللي تحبها لحد الآن يعني. شوف رحلة عبد الكريم عبد القادر، شوف رحلة راشد الماجد، شوف رحلة عبد المجيد عبد الله، عبد الله رويشد، كل أغانيهم اللي كانت أول إلا ما ندر الحين الموجود الحاضر يتابعونهم الناس يعني. أنت شنو تقدم حق المستمع؟ المستمع يجيك يعني. اليوم لاعب الكرة إذا ما كان جيد أسهمه ما ترتفع فوق إذا في المباراة هذا. طيب سؤال تقليدي، بيع الشعر، هل بعت شعرك؟ هل أنت مع بيع الشعر أو ضده؟ لا 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 والله، لأنه نسمع أحيانا بعض الحديث أنه شوف، وفي بعض الأسماء صارت تعبر يعني عن شوف الوضوط. هذا يعني هذا شوف شوف، أنت بتكتب وبتكتب حق أحد وتبيع، لا تتكلم، لا تقول أنا أبيع، أنت هذا كذاب ما عليك منه. اللي يقول لك أنا لا والله بايع الفلان وأبيع قصايدي وأبيع هذا، هذا والله ولا حد يدري عنه ولا حد جاء ولا حد. يا حبيبي ما في هذا، ما حد يقولها يعني، ما حد يقولها أن أنا لو يبيع قصيدة ما يقول أن أنا أبيع قصيدي ولا أستفيد من بيع، هذا كلام فاضي يعني. فسيبك من هذول اللي يقولك والله أنا كاتب حق فلان وأنا اللي كاتب القصيدة الفلانية وأنا اللي كاتب القصيدة. يوم أنك تكتب القصيدة الفلانية هذه والزينة، ليش ما كتبت مثل الحين وأنت كل يوم طالع لنا بقصيدة وطالع لنا بشيء وأغانيك يغنونها ولا هي مشهورة ولا شيء؟ كلام فاضي يعني. طيب وبيع أنت بالنسبة لك عرض عليك، صار موقف شيء؟ أنا لا والله ما عرض علي ولا صار لي موقف ولا بيع. أنا أنت ما تبيع؟ ما بيع هذا يعني. أعرف أنا شوف، تبي تاريخ تبي شيء يكون عندك، حافظ على المبدأ مالك يعني. أي مبدأ؟ مبدأ. متى كان عصر الأغنية الخليجية الذهبي؟ متى أي مرحلة؟ من يعني كيف تشوفها اليوم يعني؟ من الثمانينات ل2000 يعني. أي. 2006 2007 السلام عليكم. 2007 السلام عليكم يعني. مو قلالا بالموجود، موجود شيء يعني ناجح ولا مستمعين ولحد الان يرددونه يعني. ما اعمل كل يا محمد. طلال سلامة، شاعر الفنان الجميل. الله طلال. طلال كتبت لعاتبيني وكتبت له ما يطيع النصيحة. كتبت له الزين كله والحلا لو تشوفون وموت في غيظك وخلك يا حسود. كثير. وهذه أنت. وكثير طلال اشتغلت وياه يعني. بعدين بعدين هو انقطع وحنا انقطعنا يعني. لها قصة عاتبيني؟ لا والله عاتبيني هي بس اللي غيرنا الكلام يعني. هي كانت ضحكت لي وانتش الطيب وغلا وارتمى قلب الخطا بحضانها، غفلتني يوم جتني أهلها كن خطوات الهوى ميزانها، راح همي وانجلى كل البلاء واللي قالي ودعت أحسانها. فأذكر مشعل العروج عنده سيارة وحاط فيها تلفزيون كبير، فاحنا بنركب صوت طلال بعد يومين، احنا مسجلين الاغنيه على الكلام هذا بس ما اركبه. كان اقول لها مشعل تكفى انا بغير الكلام هذا، ضحكت لي. قال شلون؟ قلت لها بغير الكلام. فانا عندي يعني محمد يعني ولا هو انا بغيت اكتب
القصيدة يعني إذا في عندي حضور أبي أخلصها يعني علشان أنا في وقت عندي أفصل أنا يعني أسكر في كل شيء أفصل عالم يعني. فرحت كتبت دقيت على مشعل بالله قلت له مشعل عاتبيني كان يرضيك العتاب وجرحيني كان جرحي لكدوه عذبيني يا حلو منك العذاب يا حلو تجريح قلبي منه تقول الله يا بنسي قلت لك كيف هيقول لك كنت أسكر شاب قلبي والخط لوعيني بالهوى وصل وغياب مال قلبي لو شكى غيرك هوى من شنو تاب قلبي والعمر توا شباب والليالي ما قضيناها سوا كان يقول لي خلاص هذا عاد اللي صارت قصة عاتبيني يعني هذه من القصائد اللي أحبها يعني على القلب ونجحت يا محمد الحمد لله يعني لحد الآن ما أخذ صدى يعني ما ماتت يعني الأغنية عذبيني يا حلو منك العذاب يا حلو تجريح قلبي والنوام عذبيني كان يرضيك العتاب وجرحيني كان جرحي لك دوام عذبيني يا حلو منك العذاب يا حلو تجريح قلبي والنوام يا حلو تجريح قلبي يا حلو تجريح قلبي يا حلو تجريح قلبي يا حلو تجريح قلبي والنوام لا تنحرج هذه برضو من الأعمال اللي قدمتها طبعا جواد العلي الله تصدق هذه الأغنية ما انتهى بهولها في أول البوم لها إيه ما انتهى بهولها يعني كان في أغنية ثانية اليوم كل ما أروح مكان يسألوني عنها عن سبحان الله إيه والله لا تنحرج إيه والله يعني قلناها جواد بشكل يعني المطلوب اللي أنا راضي عنه سبحان الله صوت يا أخي جبار يقول لا تنحرج ما جيت أسبب لك إحراج قلبك على ما فات يكفي إنحراج جيت أعترف أني لك اليوم محتاج وأني لقربك يا حبيبي بحاجة مديت لك يمنى به الشوق وهاج يمناك يمي مدها بابتهاج لا بيني وبينك لا يجي سد وسياج قلب يناجي ودك اليوم ناجى كذي يعني هذا كلام جميل الله من ضمن الغصائد الحلوة يعني نروح شوي للجديد نسمع شن الجديد الشعر حاضر نسمع منك يمكن أخذنا أغلب القصائد الأولى القديمة خلنا نعطي الجمهور شوي من محبينك ومتابعينك خلنا نقول لا ما تحملت الفراق وغيابك لا ما قدرت أنساك وانسى لياليك أنا دخيلك فكني من عذابك شفني عقب فرقاك وشلون أحاتيك أحسب حسابي مثل ما أحسب حسابك واسمع صداي وصرختي يوم أناديك أروح وارجع وسكتي عند بابك وأقول يمكن لا وصلتك ألاقيك ليت الهوى يوم سرابي سرابك أو ليت قلبك يم خلك يسريك غنيت لك لحن الهوى والتوابك وعزفت لك بوتار قلبي أغانيك كتبت لك شعري ولا جاء جوابك بكيت كل الناس وعييت أبكيك همي عليك أكبر من اللي هقابك وحزني يطول وفرحتي بين أياديك الله الله صح لسانك وش ذكرك حب طوت هالليالي حب مضى ما بين قلبي وبينك طاح الزمان اللي من أول وتالي اللي عليه اليوم تبكي سنينك وش ذكرك حب طوت هالليالي حب مضى ما بين قلبي وبينك راح الزمان اللي من أول وتالي اللي عليه اليوم تبكي أخذك للرياضة شوي يا ليت أحب هالرياضة وش تشجع وش ميولك أتابع شوف أتابع ثلاث نوادي في الكويت لا بالكويت واحد أتابع العربي نادي العربي وتابع بالسعودية النصر وتابع في أوروبا ريال مدريد يعني هذول
عشقي أنا اللعب. إذا ما في مباراة حق هذول أنا ما تتابع. ما تتابع رياضة ولا تشوف ولا شو يعني ما أدري. إيش سر حبك للنصر طيب؟ يا أخي النصر اللي حببني فيه يا أخي ماجد عبد الله حببني يا أخي. أعشق اللعب هذا النصر. شون أعشقه؟ لأنه جاسم يعقوب عندنا بالكويت وحنا صغار يعني شوف كان ند يعني فلا يعني حركات يعني ماجد يعني حركات ما عمري شفتها بلاعب يعني خلص عند الجول خلص بالهد يخلص وبالشوطة يخلص يعني وحركاته وفنه هذا اللي خلاني أحب الناصر. وين هذا اللاعب هذا وين فيه ولا بالناصر قمت عادة أتابع الناصر. كتبت في النصر شيء؟ اي طبعا النصر نشرته؟ لا والله ما نشرته يعني في اشياء بيني وبين نفسي وبيني هي. وبين صديق لي يعني في الاداره هناك يعني هم بعد سبحان الله صديقي يعني يعني من المحبين للناصر الاستاذ عبد اللطيف الشتري هي. يعني استاذ اي الاخ والصديق قالي يعني ف النصر يعني ما ادري احس ان اذا لعب خلاص يعني حتى لو ينهزم ترى بعض المرات يعني انا متابع يعني وحظه يعني هو حظه بعض المرات تعثر في اشياء صعبه يعني فشويه تحز بنفسي يعني ازعل وهذا بس اقول ان شاء الله ان الجاي احسن ان شاء الله. وش كتبت نسمع؟ حاضر يقول وقفوا واهتفوا هذا النصر كاسب مجدى ترى في كل حين انشد التاريخ عنا من عمر الأولية هو كسبها من سنين في جماهيره وفي لعبة اشتهر ساطع مثل النجوم اللي تبين النصر معروف لا منه حضر كل صعب في حضوره له يلين وابن الفهد خالد لنا رمز وذخر للنصر هو السند وهو العوين مرتبط تاريخنا وبسمع عبر من شمال المجد ولا من يمين النصر في لعبة الكل انبهر الملاعب فيه تضوي وبهتزين الخصم في حضرته ما له مفر ما له الكبير إلا الكبير بكل حين. وهذا النصر طال عمرك يعني أبيات متواضعة يستاهل النصر. أبو مرشد يعني حقيقة أنا سعيد جدا بالحوار معك وهذا اللقاء اللي يعني تحدثنا فيه واسترجعنا في ذكريات جميلة عشناها معك من خلال قصائدك. إيش تحب تضيف تقول في نهاية حديثنا؟ والله أخو محمد ونختم بعدين بقصيدة على ذلك. حاضر يعني أحب أشكرك محمد وأنك يعني خليتني أطل على المشاهدين برنامج وينك ولك الشكر ولك العاملين يعني بالبرنامج ويسمحوا لي الجمهور إذا ثقلت عليهم ولا شيء. لا بالعكس. فأتمنى أن ما كثرنا عليهم القصائد بس. أحلى شيء إنك كثرت. يعني ما مللناهم يعني بس. لا بالعكس قصائد جميلة وتستحق يعني أن نبرزها. الله يسلمك. إيش تحب نختم في إيش؟ حلاك. حلاك ما مثله أبد وين ما كان يمطر حلاك وترتوي كل ديرة وحدك ملكت الزين في كل الأوطان وما مثل زينك بالوطن والجزيرة أنت خذيتي من الحلا كل ما كان وانت دلال الحب وانت أميرة بعيونك الثنتين موتن وتحنان وفي وجهك الناعم له الزين سيرة غلاك وحبك له مهابة وله شان وله في حنايا الروح أشياء كثيرة يا مالكة في حسنك قلوب خلان فيك المشاعر والعواطف أسيرة كل ما كبرتي زاد حسنك وبكزان وكل العذارة منك عاشوا بحيرة يكفي حضورك وانحضرتي لهم بان وعطرك يفوح وينتشي كل عبيرة غصن الخفوق اللي من الحب الكلان غنى ورفرف لك من الشوق طيرة أحبك وحبك حكاية من الزمان وانتي رواية عشق عندي مثيرة وسلامتك يا عبيب صحة سلامتك يعني هذه ايش تقول يا اجمل ختام يا حبيب قلبي. هل فيها بيت يعني غلاك اي معروف ما غنى يعني ايوه ايش يقول غلاك وحبك له مهابة ولهشان
وله في حناي الروح أشياء كثيرة، يا مالك في حسنك قلوب خلان فيك المشاعر والعواطف أسيرة. هذه ألغوها من القصيدة. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء أبو مرشد الشاعر القدير خالد البدال، كل الشكر والتقدير. شكرا لك. شكرا. حلاك ما مثله أبد وين ما كان، يمطر حلاك وترتوي كل ديرة، وحدك ملكت الزين في كل الأوطان، وما مثل زينك بالوطن وال